بعد انتقال اللاعب الشاب لريال مدريد الإسباني ألفارو موراتا إلى جوفنتوس الإيطالي، قالت تقارير إعلامية إسبانية أن النادي الملكي توصل لاتفاق يقضي بتسريح الدوري الألماني سامي خضيرة إلى النادي الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو. جريدة ماركا الإسبانية ذكرت أن خضيرة طلب براتب سنوي يصل إلى 7 ملايين سنتيم، محاولا استغلال السنة الأخيرة المتبقية لعقده مع الريال، إلا أن النادي الملكي قرر تحويله إلى أرسنال والاستفادة من صفقته.